السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذه النافذة من هدم جديد تفرضه قوات الاحتلال على أهالي مدينة القدس، تحديدا هنا عائلة أبو سنينة في بلدة جبل المكبر. الآن العائلة تجبر على هدم منزلها بيدها، يعني وخاصة لما تفرضه قوات الاحتلال على تكاليف الهدم الباهظة في حال قامت العائلة أو قامت جرافات الاحتلال بتنفيذ هذا الهدم. سأتحدث مع أحد أصحاب المنزل، معنا هنا إياد أبو سنينة. نعم، يعطيك العافية. نعم، يعني إياد أبو سنينة، أنت أحد سكان هذا المنزل وأحد أصحاب هذا المنزل، تخبرنا عن تفاصيل قرار الهدم. تمام، قوات الاحتلال احنا صار لنا 3 سنين تقريبا بالمحاكم معاهم، اعطونا مخالفه، المخالفه كانت اكثر من 10,000 شيكل دفعناها، ومع هيك اول شهر 2 اعطونا قرار بالهدم، حاولنا نستأنف القرار بمحاكم الاحتلال، مع هيك اجى هذا الحكي بالرفض، فرفضوا قبل 3 ايام قرار الاستئناف انه نستأنف هذا الشيء، واعطونا قرار الهدم. فاحنا بنهد ذاتيا، مش لانه احنا بنرضخ لسياسات الاحتلال، بس احنا ب 2015 تهجرنا من دارنا براس العمود، بالضبط ب 20/5/2015 تهجرنا من بيتنا براس العمود، واليوم عمالنا بنتهجر زي ما انت شايفه من جبل المكبر من حي الفاروخ. ليه؟ لانه اول مره براس العمود طربونا بغرامات 30,000 شيكل، اليوم علينا حجوزات على غرامات الهدم اللي هدولنا اياه براس العمود، فاحنا بنحاول نتفادى هذا الشيء ونهد في ايدنا. يعني انتم لم يعني هذا الهدم الذي تتعرضون له اليوم هو ليس الاول، هو الهدم الثاني، يعني تهجرتم من منزلكم في المره الاولى والان تعاد هذه يعني هي نكبه جديده يخوضها اهالي مدينه القدس. يعني تخبرنا عن صعوبه هذا الامر، وضع العائله، وضع والدتك والدك ان يتنقلوا من منزل لمنزل ويعيشوا حاله التهجير في كل مره يستقرون فيها في منزل. يعني كل مرة بحاول الاحتلال صراحة انه هو يشتغل علينا نفسيا، والقرار اللي بخليك انك تهد في ايدك، يعني القرار اللي اعطونا اياه بقول لك يسعدنا ابلاغكم انه بدنا نجي نهد لكم، يعني تفاهة الاحتلال انه بيجي بقول لك يسعدنا انه بدي اهد لك دارك وبدي اهجرك منها. فالاحتلال بيشتغل علينا نفسيا عشان يحاول يهدنا ويحاول يهد نفسياتنا انه احنا نبطل نحكي انه احنا فلسطينيين، نتخلى عن فلسطينيتنا، نتخلى عن عروبتنا، ولكن مع هيك قد ما حاولوا يهجرونا قد ما حاولوا يعملوا رح نضلنا فلسطينيين ورح نضلنا جوا القدس. يعني حتى هذا المنزل هو منزل بسيط متواضع، يعني حتى انه لا يحتاج لجرافه لهدمه، انتم تقومون بتفكيك المنزل بايديكم، يعني رغم بساطه المنزل حتى هذا المنزل البسيط يستهدف من قبل قوات الاحتلال، تخبرنا يعني اهميه وجود غرفه في مدينه القدس وماذا تعني لكم في حال وجود غرفه واحده في مدينه القدس على ارض المدينه. الكل بعرف قديش العيشه بالقدس عندنا صعبه، وصعب الواحد يتملك يعني غرفه بمدينه القدس لانه ما بعطي ترخيص لحدا، والكل بيجي بهدوا له بيوته، والكل بيشتغلوا على سياسة تطهير عرقي لا أكثر ولا أقل. فبحاولوا يلعبوا على موضوع إنه يكون السكان اليهود أكثر من السكان الفلسطينيين داخل مدينة القدس، فدائما بعطوا ترخيص للإسرائيليين وما بعطوا ترخيص للفلسطينيين، وبيجي بهدوا بيوتنا وبخلونا نهد في إيدنا. فالإشي اللي إحنا بنتعرض له هي بس سياسة تطهير عرقي قبل قوات الاحتلال، بعيشوا الإسرائيليين وبعطوهم كل الامتيازات وإحنا مش معطينا أبسط حقوقنا اللي هو حقنا بالحياة. يعني تخبرنا عن هذا المنزل، منذ متى تم بناؤه وكم يعيش، كم فرد يعيش في المنزل؟ احنا اللي بيعيش في المنزل 6 اشخاص، تمام، والدي ووالدتي وانا وكمان 3 من اخوتي. بنعيش في المنزل تقريبا من 5 ل6 سنوات، تمام. انا روحت يعني قبل ما انحبس عملنا هذا المنزل، وانحبست وروحت من السجن ب 2019 وكملنا عشتها يعني هون. بعد 2019 ضلينا قاعدين موجودين هون، واليوم عمالك زي ما انت شايفه بنطلع من بيتنا و فيش حكي الواحد. كأن تتحدث عن نموذج مقدسي كيف يعيش أهالي مدينة القدس في المدينة. أنت كشاب فلسطيني تعرضت للاعتقال، نشاهد تواجدك بحي الشيخ جراح واستهدافك من قبل قوات الاحتلال، واليوم يتم هدم منزلك للمرة الثانية على التوالي. يعني هذه الحياة هل تثنيكم عن هذا التواجد في مدينة القدس؟ هل يعني يجبركم الاحتلال على أن تتهجروا من المدينة وتسكنوا إلى خارج أسوار مدينة القدس؟ مستحيل. يعني الاحتلال قلت لك مهما حاولوا يهجرونا مهما حاولوا يعتقلونا، الاحتلال اعتقلنا اول مره وحبس منزلي ومحاكم، وده اليوم عندي وقف تنفيذ، ولكن مع هيك رح نضلنا فلسطينيين، رح ننزل على الشيخ جراح اكثر، رح نضل نهتف لفلسطين، ما رح نتخلى عن فلسطينيتنا، بالنهايه احنا فلسطينيين، هدوا بيتنا اول مره واليوم بنهد في ايدنا، ورح نضلنا عايشين بالقدس، يعني نطلع برا القدس على الفاضي، احنا زي السمك، اذا طلعنا برا المدينه بنموت على الفاضي، ولا شيء احنا بدون القدس. يعني لو سالناك سؤال، يعني هل تخشى من ان بوجودك بحي الشيخ جراح كباقي اهالي مدينه القدس واستمرار اعتصامهم في حي الشيخ جراح ان يزيد من استهدافك الاحتلال، هل هذا يخيفك، يمنعك من التواجد؟ والله صراحة يعني أنا كنا قاعدين مع الشباب بنحكي، بحكي لهم اللي عنده 11 ملف أمني لو صار 12 13 مش فارقة،
كله في القدس طوله، احنا متمسكين لانه احنا اصحاب الارض، فقد ما يحاولوا يعملوا الفرق بيننا وبينهم ان هم مش اصحاب ارض، هم جايين يحتلونا، واحنا اصحاب الارض قد ما يحاولوا يعملوا على الفاضي، فاحنا موجودين جوا الارض. شكرا تواجدك معنا، وربنا يحميكم ويعوض عليكم في هذا الهدم. يعني مشاهدينا الكرام، نشاهد منزل رغم بساطته، الا ان قوات الاحتلال تستهدفه، لا يريدون وجود للمقدسي في مدينه القدس بهذا الاستهداف الذي نشاهده في مدينه القدس. يستهدف المقدسي باعتقاله وبتعريضه للحبس المنزلي وايضا بمكان عيشه وايضا مصدر رزقه. هذه اذا نموذج من حياه المقدسيين هنا في بلده جبل المكبر. Thank you.